اسمحوا لي ان انا الحقيقه ارحب بيكم واعرب عن سعادتي لوجودي النهارده مع شباب الجامعات المصريه في الافواج المتتاليه اللي هتبقى طول الصيف في مهرجان العالم عالمين. واسمحوا لي برضو ان انا اوجه الشكر للشركه المتحده ورئيس مجلس الاداره وكل العاملين فيها على التنظيم اللي احنا شايفينه لدعم الانشطه الطلابيه من كل جامعاتنا المصرية اللي احنا تفقدناها النهاردة. اللي موجود النهاردة الحقيقة بيعكس دور الجامعة والأنشطة الطلابية المختلفة علشان يبقى فيه خريج وطالب وإنسان متكامل. احنا نبغي العملية التعليمية ليست فقط ان هو يتلقى التعليم او ياخد شهادة، انما احنا بننمي قدراته مهاراته وبنرعى الإمكانيات بتاعة الطالب علشان يقدر فعلا يبقى إنسان متكامل. زي ما احنا شايفين الأنشطة اللي موجودة في كل جامعاتنا سواء رياضية فنية ثقافية إبداعية، ولو الوقت كان يتسع كنتوا هتشوفوا قد إيه حجم الجمال اللي موجود في جامعاتنا كلها. الحقيقة احنا اللي شفناه في بداية الجولة مع عمرو بيه إن في كورال في الجامعات ومجموعات أصواتها بسم الله ما شاء الله مبدعة. فإحنا اتفقنا إن هيبقى فيه أسبوع لكورال الجامعات. وأنا بشكر الحقيقة الشركة المتحدة على دعم الأسبوع ده. هيبقى فيه تنافس طول الأسبوع، وفي نهاية الأسبوع في المسرح الروماني هنشوف المبدعين من شبابنا في احتفالية. وفي ختام لهذا الأسبوع هنشوف القدرات الفنية الإبداعية لكل شبابنا. بشكركم وأتمنى التوفيق لكل الحقيقة العاملين والمسؤولين عن تنظيم هذه الاحتفالية، وأشكر كل الشباب والجامعات. مساء الخير عليكم جميعا. أولا برحب بيكم في العالمين، والحقيقة أنا سعيد بوجودكم هنا السنة دي، وإحنا السنة دي اهتمينا إن شباب الجامعات يبقى كلهم معانا، وإن شاء الله كل أسبوع هيبقى معانا شباب من الجامعات، وعملنا يمكن الشاطئ ده مخصوص لشباب الجامعات. أنتوا جيل المستقبل، أنتوا اللي هتحملوا الراية بعد كده، وفي منتهى الأهمية الحقيقة إن أنتوا تيجوا تتفرجوا على المدن الجديدة وتتفرجوا على اللي بيحصل في العالمين. وانا بشكر معالي الوزير، يمكن احنا تعاوننا مع الوزاره تعاون كبير مش بس في العالمين، احنا بنعمل برنامج جينزي مع بعض، وفي فكره مسلسل كمان ان شاء الله بنطورها وهنعملها مع بعض. وشكرا لكم جميعا. ممكن اقول لهم كلمه؟ أأكد بس على اللي ذكره عمرو بيه، احنا على مدى المهرجان لغايه اخر اغسطس كل اسبوع هيبقى فيه مجموعه من شباب جامعات مختلفة، بمعنى الجامعات الحكومية الأهلية الخاصة التكنولوجية والمعاهد العليا وأفرع الجامعات الأجنبية. إحنا حريصين على إن كل شبابنا في كل جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية نكتشف مواهبهم، نكتشف إبداعاتهم، علشان فعلا يقدروا يعبروا عنها ويشوفوا كمان الجمال اللي إحنا شايفينه في مدينة العالمين. وبشكر طبعا حضرتك على الدعم ده. لو في اي اسئله عشان احنا ورانا، عايز اعلق بس على حاجه. معالي الوزير كرم المتفوقين النهارده، احنا النهارده عايزين نكرم كل الناس. طيب. هندي ان شاء الله تذاكر في الحفله الجايه لكل اللي موجودين معانا ان شاء الله. معالي الوزير برحب بحضرتك، انا حسام رضا مذيع راديو النيل، وكان عندي الحقيقه سؤالين هما مربوطين ببعض. اول سؤال، ممكن حضرتك تكلمنا عن التعاون اللي حصل ما بين الوزاره والشركه المتحده لتسهيل العمليه او المشروع اللي حضرتكم بتعملوه دلوقتي؟ تاني سؤال، ازاي باقي مؤسسات الدوله تقدر تساهم زي الشركه المتحده في انها تامن مستقبل الشباب، خصوصا ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امر بالاهتمام بزي موضوع زي ده، فكلمنا اكتر ازاي المؤسسات الاخرى تساعدكم في حاجه زي دي. شكرا. السؤال ده يعني له كذا اجابه او كذا سؤال في بعض. خلينا أقول إن إحنا مع الشركة المتحدة إزاي بتدعم وزارة التعليم العالي وشباب الجامعات المصرية. الحقيقة أول مسابقة من نوعها بتتم، بسميينها جينزي اللي هو جيل زد، وإن إزاي
ان الشباب ده من خلال نكتشف المبتكرين والمبدعين في جامعاتنا علشان نقدر نحول ابتكاراتهم الى صناعة. الرد بقى بتاع السؤال بتاع حضرتك مرتبط ببداية مثل هذه المسابقات. احنا على مدى 15 حلقة بنكتشف اكتر من 350 مشروع اتقدم من كل جامعات مصر. وتاني انا بقول كل جامعات مصر بنقدم افكار من الشباب علشان نحاول اننا نكتشف المبتكر والمبدع جوه الجامعة. وفي نفس الوقت بيبقى لجنة التحكيم من الصناعة اللي هو بياخد هذه الفكرة وبيحولها الى منتج. الحقيقة احنا بندعم بداية تحويل الفكرة الى منتج اقتصادي، وده كله الحقيقة من خلال التكامل بين الصناعة وما بين الأكاديمية. واحنا في هذا المشروع هو مبادرة رئاسية، احنا سيادة الرئيس الحقيقة وجه لما تكلمنا على هذا المشروع في الاحتفالية اللي كانت يوم التفوق في قناة السويس، انه هو الحقيقة ضاعف الميزانية اللي كنا عاملينها علشان نقدر نغطي تحول الابتكار الى منتج حقيقي من خلال الطلاب المبتكرين اللي موجود في جامعاتنا. محمود جميل، القناة الأولى، بشكر حضرتك معالي الوزير طبعا على تشريفك. ويمكن سؤالي للأستاذ عمرو الفقي، بسأل عن التسهيلات اللي بتقدمها الشركة المتحدة للطلاب في الأنشطة الطلابية، سواء كانت في مهرجان العالمين أو حتى الأنشطة الطلابية اللي هتكون فيما بعد في إطار التعاون ما بين الشركة المتحدة ووزارة التعليم العالي. شكرا. احنا يمكن زي ما قلت في الاول، احنا السنه دي كنا مهتمين جدا انه يبقى طلابنا معانا هنا في العالمين. واحنا زي ما قلت برضو من شويه، احنا فتحنا البيتش ده مخصوص للطلاب، ان شاء الله هم معانا في كل حفلاتنا. كمان قلنا انه الكورال بتاع الجامعات هنعمل ما بينه مسابقه هنا، وهيجي يعرض هنا، والشباب بيدي انرجي للمكان، وان شاء الله الفعاليات كتيره جدا اللي جايه مع الطلاب باذن الله في الفتره الجايه.